لكم حكاية شهر بنستناه 11 شهر، حكاية 30 ليلة ولا 1000 ليلة وليلة. عارفين ايه أجمل حاجة في مصر؟ هي روح أهل مصر، روحهم اللي بتدي طابع خاص لكل مناسبة بتمر عليهم. رمضان في مصر ليه طعم تاني، طقوس وعادات مش هتشوفها في أي مكان غير هنا، كهارب، بخور، فوانيس، ألوان. مصر أم الدنيا، روحها في رمضان. يا سلام يا سلام بقى على فسحة العيلة بالحنطور بعد الفطار على كورنيش اسكندرية مع شوية هوا وطراوة، متعة ملهاش حدود. ولا شوية ترمس كده عليهم حبة حمص مشطشطين عليهم عصرة ليمون، يا سلام. في رمضان مصر ما بتنامش، حفلات وسهر في مهرجان فوانيس طول الشهر وكمان في العيد. والتهجد بقى والتراويح في جامع عمرو بن العاص، دعوات 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 موصولة طول الشهر. مصر روحها في رمضان، 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 مصر روحها في رمضان.